أهلا بكم في هذا المساء وإلى العناوين. إسرائيل تنصب أفيف كوخابي كقائد لجيشها خلفا لأيزنكوت، توقعات بأن يسير خطى سابقه، وعلى رأس أولوياته النفوذ الإيراني والساحة الفلسطينية. حركة دبلوماسية حثيثة يعيشها العراق بالأيام الأخيرة، زيارات ولقاءات ما بين الأهداف الخفية والمعلنة، وتنافس حقيقي بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في بلاد الرافدين. تولى الجنرال أفيف كوخافي اليوم مهام منصبه الجديد كرئيس لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا لغادي أيزنكوت المنتهية ولايته، حيث بدأ خدمته العسكرية في لواء المظليين ليتدرج في جميع المناصب حتى أصبح قائد لواء الشمال وقائدا لفرقة غزة ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية، ومن ثم رئيسا للهيئة ذاتها، فيما توقع الخبراء في إسرائيل أن يسير كوخافي على خطى أيزنكوت المنتهية ولايته، من حيث أن غزة هي الحلبة الثانية في أهميتها بعد التحدي الاستراتيجي الأكبر المتمثل في التمركز العسكري الإيراني في سوريا. مع تقلده رتب الجنرال من قبل رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم في وزارة الأمن بتل أبيب، أصبح أفيف كوخافي القائد 22 لهيئة الأركان الإسرائيلية خلفا للجنرال غادي أيزنكوت. كوخافي أكد في خطابه أنه سيعمل على إعداد الجيش الإسرائيلي ليكون جاهزا للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية. مع استلامي قيادة الجيش ألتزم بوضع جهدي بتوجه نقدي من أجل تقوية حائط الدفاع وملائمته للتحديات الراهنة والمستقبلية، وفي صلبها زيادة القدرة على المس بالعدو وتجهيز جيش قاتل مرن ومتطور يحافظ على الغرض منه وخصوصيته. من جهته تعهد رئيس الحكومة ووزير الأمن بنيامين نتنياهو بأن تواصل إسرائيل سياستها الحازمة وشن الهجمات دون خوف أو وجل ومواصلة التصدي للوجود الإيراني في سوريا، مشددا على جهوزية الجيش الإسرائيلي ومعه باقي الأذرع الأمنية لحسم أي معركة وإن تعددت جبهاتها. استمعت بالأمس لأقوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني حول عدم تواجد إيراني في سوريا والتواجد مستشارين فقط، وعليه فإنني أشير عليهم بالخروج من هناك وبسرعة، لأننا سنستمر في سياستنا الحازمة مثلما وعدنا ومثلما نقوم بذلك دون وجل ودون توقف. رئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته غادي أيزنكوت، والذي تعرض خلالها لانتقادات لاذعة من اليمين الإسرائيلي، أكد أنه يترك الجيش بجهوزية عالية، داعيا في الوقت ذاته للحفاظ على مكانة الجيش وما يتمتع به من إجماع رسمي ووطني في إسرائيل. أنظر للجيش الذي أتركه خلفي، جيش ذو جهوزية ومستعد، الذي زاد من قوته بذكاء وعزم، الجيش الذي بادر وحرك قوات على أربع جبهات، الذي أثبت أن تحقيق النصر هو هدف أسمى، كجيش الشعب الذي تخدم فيه كافة شرائح الشعب الإسرائيلي. يجب علينا الحفاظ على مكانة جيش الدفاع وسط الإجماع الرسمي والوطني. قائد الأركان الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي يستلم مهام منصبه في فترة عصيبة ليس على الصعيد العسكري فحسب، بل في فترة تشهد فيها إسرائيل انتخابات للكنيسة القادم تستغلها الكثير من الأحزاب للمناكفات وزيارات السياسيين لمختلف الوحدات العسكرية. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد خميس أبو العافية إلى محلل سياسي. مرحبا بك سيد ياليما خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية، مرحبا بك. وسيد جيرشون كوهن جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي، مرحبا بك. أبدأ معك سيد جيرشون، وأنت تعرف أيضا أيزنكوت وتعرف أفيف كوخافي قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، بماذا يختلف الشخصان؟ شنيهم مؤد منوسين هما مجربان، لكن طريقة أيزنكوت هي طريقة واثقة وثابتة ويعرف ما يريد ولا يذهب باتجاه افتعال أمور كبيرة، جدا حذر وجدا مخطط. أفيف هو مظلي، المظلين يجب أن يكون مبدعين، وأيزنكوت سوف يضيف مستوى إضافي يؤدي إلى طرق جديدة، ولن سيكون أفضل لكن
حضر في الوقت الملائم كون الأمور التي قامت بها إسرائيل استنفذت نفسها. يوجد مكان جديد، تحديات جديدة مثل مسلسل التلفزيون مثل ساينفيلد في نهايته سوف ينتهي، وكم من ممكن أن يحضر؟ يجب إحضار ما جديد، وأفيف كوخافي يأتي في الوقت المناسب فيحضر معه الأفكار التي تلائم الأوقات الجديدة. يحب التكنولوجيا المتطورة، التطور السايبر والمخابرات المرتبطة بالسايبر، ومن خلال هذه الأمور يمكنه أن تنتهي الحرب بالطريقة التقليدية في سوريا وفي أماكن أخرى. وهذا لا يقول نهاية الحرب، لكن في أمور أخرى، لكن حرب جديدة وقصة جديدة. نعم سيدي، كثرة التكهنات اليوم ما هو على رأس أولويات أفيف كوخافي؟ تحدثوا كثيرا عن النفوذ الإيراني على اتفاق النووي، على النووي الإيراني، القدرات الصاروخية الإيرانية حتى على الساحة الفلسطينية، ولأفيف كوخافي هناك تجربة حقيقية مع الساحة الفلسطينية. برأيك ما هي على الهرم من ناحية الأولويات، أول أولويات أفيف كوخافي؟ لا أعتقد أنه يحدث أي تغيير ملحوظ فيما يتعلق بالأولويات. التهديد الإيراني المركزي كان ولا يزال هو التهديد التي تنظر إليه إسرائيل. استمعنا اليوم إلى ما قاله رئيس الوزراء بهذا الموضوع. من هذه الناحية لا أعتقد أن هناك تغيير جوهري في طريقة النظر إلى المنطقة الشرق أوسطية بشكل عام، وتحديد سلم الأفضليات بمعنى أن حزب الله إيران يحتلان المرتبة الأولى من ناحية التهديدات. وبطبيعة الحال هناك القضايا الأخرى، قطاع غزة، الضفة، كل هذه المواضيع المعروفة. لا أعتقد أنه من هذه الناحية يحدث أي تغيير، لأن في نهاية الأمر هذه الأولويات الحكومة والمستوى السياسي حددها، وبناء على ذلك سوف يسير أيضا أو تسير القيادة العسكرية. نعم سيد خميس، بالنسبة للساحة الفلسطينية وكما ذكرنا أفيف كوخافي له تجربة كبيرة في هذه الحلبة، إلى أي مدى على الطرف الفلسطيني أن يكون له نوع من الترقب إزاء أفيف كوخافي؟ أم يعني الأمور التي لا يائر كوخافي كان يعني له ضلة كبير في عملية ما سوري الواقي ضد الضفة الغربية، وهناك من يفكر ربما بأن من هذه النقطة يمكن التكهن بأن الرجل سوف يكون نمطيا أوتوماتيكيا يؤمن بالحلول العسكرية والمجرة. سمعت بعض الأقاويل عشية الحرب الخامس من حزيران عام 1967 جاء جنرال شاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك ليفي إشكول. الجنرال هذا كان جنرال عزة وفايتسمان، كان قائد سلاح الجو الإسرائيلي. كانت فترة إسرائيل عاشت ما قبل الحرب فترة سميت بالعبرية كوفات ههمتنا، فترة الانتظار. هو على ما يبدو سئم فترة الانتظار وذهب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال له بأن حان الوقت، بنوع من التلويح بالتهديد أو التحذير، حان الوقت لشن أو توجيه ضربة لمصر، للجيش المصري ضربة استباقية. عندما انضم لحكومة مناحيم بيغن بعد تقلد سدة الحكم، هنالك من ظن بأن هذا الرجل الجنرال الصقري سوف التئامه أو اندماجه مع مناحيم بيغن سيؤدي حتما إلى حرب شاملة مدمرة. ربما أيضا يحاول هو وبيغن الثأر لإسرائيل من حرب 73 التي كانت يعني قاسية. رأينا بأن هذا الرجل كان المحفز للعملية السلمية مع جمهورية مصر العربية، وكان أحد مهندسي اتفاقية كامب ديفيد. حاورته ذات يوم لوسيلة إعلامية عربية، لقناة تلفزيونية عربية، وسألته هل تغير عزرا ويتسمان؟ لا. قال لي بالحرف واحد عزرا وعزرا ويتسمان لم يتغير. كنت صقرا فيما يتعلق بشؤون الأمنية بالدفاع عن إسرائيل، وأيضا أنا صقر فيما يتعلق بمد اليد من أجل السلام مع الجيران. ما يعني بأن إن وجدت النوايا لدى الطرف الآخر فأنا على استعداد ونحن على استعداد لمد الأيدي. كوخافي
هذا لا يعني قهافي. نحن نعرف بأن الجيش الإسرائيلي بالفترات الأخيرة يعني لم يتجانس من ناحية روح المغامرة التي اتسم بها بعض الساسة الإسرائيليين، ورأينا بأن هنالك من يقول وبحق بأن الجيش الإسرائيلي نوعا ما كان العقل الراجح الذي وقف سدا منيعا أمام إيهود براك وأمام بنيامين نتنياهو، عندما الاثنان يعني تعاملا مع فكرة أو احتمال توجيه ضربة لإيران. رأينا بأن الجهاز العسكري إضافة إلى داغان رئيس جهاز الموساد سابقا كانوا قد رفضوا هذه الفكرة، ورأوا بأن هذه الفكرة تندرج في إطار المغامرة التي قد يعني تدخل إسرائيل في 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 طريق غير مرغوب فيها. من هنا أقول بأن يعني كوخافي جاء مع أفكار جديدة، وأنا راقلي جدا ما قاله الجنرال غيرشون هنا بأن هو يعني ربما ليس أفضل من غادي أيزنقوت، ولكنه يأتي مع أفكار جديدة، مع روح يعني رياح جديدة، ربما هذه الرياح يعني تحمل في 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 طياتها الخير للجميع. نعم سيد غيرشون، بذات المنحة الذي سألته للسيد إيال، ما هو التحدي الأصعب أو التحدي الأول الذي يقف أمام كوخافي؟ إيجاد أفكار جديدة للحرب في سوريا. قائد الأركان لا يفعل ما يريده، بل هو مقاول تنفيذ للحكومة، وكون الحكومة والمستوى السياسي في إسرائيل وفهمه أن كون رئيس الحكومة الحالي يريد الاستمرار ضرب الإيرانيين في سوريا، يجب عليه أن يجد طرق جديدة لفعل ذلك، كونه ما الذي تم فعله أكثر ونفس الشيء ذات الشيء، وما الذي ما حصل مع إسقاط الطائرة الروسية، ليس أن إسرائيل متهمة بشكل مباشر بإسقاطه، لكن لو كانوا فعلوا نفذوا أمور بطرق أخرى لم يكن إسقاط الطائرة. وعليه يجب أعتقد أن رغبة رئيس الحكومة في العمل ضد إيران وحزب الله في سوريا يجب عليه أن يتوجب عليه فعل ذلك، ويجب أن يجد طرق جديدة لذلك. نعم تفضل سيدي لا ترتقي. يبدو لي أن السؤال الأكبر الذي يتعلق بهذا الموضوع وليس وأنا وافق تماما أن المهمة المركزية هي الساحة السورية، التهديد الإيراني، ولكن في نهاية الأمر يبدو أن حول هذا الموضوع لا يوجد خلاف. ربما المهمة هي معقدة وشاقة من الناحية العسكرية، ولكن سياسيا لا يوجد خلاف بين القيادة العسكرية وبين المستوى السياسي. أين الخلاف ربما؟ وهذا هو السؤال المهم من ناحية ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث في الضفة الغربية. رأينا أجرال أيزنكوت خلال ولايته أنه أكثر من مرة عارض وواجه المستوى السياسي، ووقف في بعض الأحيان سدا أمام التوجهات السياسية. على سبيل المثال عندما حاولت الحكومة وقف الأموال للسلطة الفلسطينية، عندما حاولت فرض عقوبات شديدة في مناطق الضفة الغربية، ولا سيما فيما حدث في قطاع غزة. حول هذه المواضيع الحساسة ربما هذا هو السؤال الأكبر، ماذا يحدث؟ لا نعلم أين تتجه الأمور، لأن هذه النقطة تتعلق أيضا بالمستقبل السياسي. من سوف يكون وزير الدفاع القادم؟ هل إذا على سبيل المثال افتراضا فقط، وأنا أفترض فقط، إذا ما أشغل بينت الوزير بينت منصب وزير الدفاع، كيف تكون الأمور في مثل هذه الحالة؟ كيف تكون العلاقات؟ وهو هذا هو السؤال الأكبر، طابع العلاقات بين المستوى السياسي والمستوى والقيادة العسكرية، وخاصة على خلفية التغييرات المحتملة في الحكومة القادمة التي لا نعلم إلى أين سوف تتجه. وإذا قد تكون أكثر يمينيا من الحكومة السابقة، ربما سوف نرى أن هناك قد يكون خلاف حقيقي بين المستويين. نعم، ودعنا نقول أيزنكوت عانى كثيرا من السياسيين في الأول الأخيرة من هجوم حتى في الكابينة وخارج الكابينة. الرأي أحد الاستطلاعات
استطلاعات للرأي العام ذكر أنه قد يكون القائد الأكثر كراهية الذي أثار أكثر كراهية بنسبة 35% في المجتمع الإسرائيلي. هذا رقم لا غير منطقي، وخاصة على خلفية كونه رئيس هيئة الأركان. نعم، ونذكر قضية أزاري أيضا بالنسبة لأيزي. إضافة إلى ما قاله الأستاذ إيال عليمة هنا، بأن لا ننسى بأن رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعني في نهاية المطاف صحيح أن هناك قائد لهيئة الجيش، ولكن قائد لهيئة الجيش لا يمكن أن يعني أن 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 يعني يتجاهل أفكار وتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء. إن ذهبنا إلى حكومة يمينية متشددة، أنا أعتقد بأن يائير كوخافي سوف يواجه الكثير من المتاعب. ضعفي معنا غادي أيزنكوت، وأنت يعني قلتها فعلا بأن غادي أيزنكوت في الفترة الأخيرة عانى الكثير، إلى حد أن هنالك كانت توجيه اتهام من قبل نفتالي بنت وأيضا أيلت شاكيت في المؤتمر الصحفي الشهير، عندما قالوا بأن الجندي يخشى النائب العسكري المستشار القضائي العسكري أكثر من حماس. وهذه نقطة يعني بحد ذاتها هي تشكل تحدي. أردت التعقيب بهذه النقطة بالنسبة للسياسة والعسكر، ودعنا نقول كما ذكرنا التي عانى منها غادي أيزن. كان كل يمين بداية كانت أيام، حتى في عندما اختار بن غوريون موشى ديان، عندما اختاره كونه لا أمه، لأنه فهم ما الذي أراده بن غوريون ولم يضعه على الطاولة، وكان لديه رئيس أركان ما نفذ ما أراده بن غوريون، لأنه فهم بداية يفكرون بنفس الطريقة. ليس هذا الواقع اليوم. لا أحد يعرف ما ستفعل فرزوا الانتخابات. أمر واضح واحد، وإله علاقة في استقالة وزير الأمن، استقالة وزير الأمن ليبرمان ووزير الأمن الأمريكي ماتيس. وزير الأمن رئيس الأركان أقل استقلالية من أي وزير، مثل وزير الزراعة أو وزير التعليم. وزير الأمن وأقل استقلالية يعمل بحسب حسب تفكيره، طالما بقي في التلم، ومن يحدد بالنتيجة القرار هو رئيس الحكومة، وهذا يصنع عليه. كان شارون كان يمكنه أن يعين أي رئيس وزير للأمن، لكن عند وقت لكنه كان يتولى القيادة عندما أراد ينفذ أي قرار. لا نعرف من سيكون رئيس الحكومة ومن سيكون وزير الأمن. وفي هذا المعمعان أفيف كوخافي جدا ذكي ومرن ليناسب نفسه التطورات، ولا يهم من سيكون، لكنه يجب يتوجب عليه إيجاد طرق لدخول المعمعان التفكير. نعم، أنت أيضا سيد جرشن مختص في العقيدة العسكرية في إسرائيل، أيضا في جيوش أخرى، والجميع تحدث عن العقيدة العسكرية خلال أيزنكوت، وتحدثت عن ذلك أيضا بأنها كانت أقل احتكاك وربما أكثر للحداثة والسايبر، وكما تقول دائما بأن الجيش المجرب هو الجيش الذي يحتك مع الطرف الآخر، وكما ذكرت عن كوخافي قبل قليل الذي يؤمن بالحداثة وبالسايبر. هل سنشهد تغيير في العقيدة العسكرية أم الأمور ستسير كما هي؟ لن يستطيع الاستمرار بنفس الطريقة، ليس بسبب أن يريد أفيف كوخافي تنفيذ أمور جديدة، لكن بسبب الواقع يفرض هذا الموضوع. كوننا نتواجد في مكان الأمور تتغير، الجيش الروسي يفعل أمور جديدة والجيش الأمريكي يصنع أمور جديدة، كون الواقع تصنع حروبا جديدة، وهذا الكثير من الأمور في البعد السري وليس في البعد الواضح، مثل في مثلا في أفغانستان السي آي اي يحرك ميليشيات من أشخاص محليين من أبناء البلد الذي لا يعرف عنها الرئيس الأمريكي أو لا يستطيع تبنيها بشكل رسمي.
الرسمي. كيف يمكن صنع هذه الحرب الجديدة إذا ما نظرنا إلى سوريا؟ الروس يحركون سلاح الجو لكنهم يحركون كتائب عسكرية راجلة وحتى جنود، وكذلك الإيرانيين غالبية جلودهم عبارة عن ميليشيات وليس جنود نظاميين. عليه إسرائيل يجب أن تجد طرق جديدة للعمل، وأفيف كوخافي سوف يتطلب منه هذا العمل كون الواقع جديد. ربما في إسرائيل حاولت سوريا من خلال فصائل معينة في جنوب سوري ولم تستمر. ليس بنجاح كبير. دعمت لوجستيا وأمور أخرى، لكن لم تضعهم في تجربة حرب مقابل سوريا وقبل، وعندما حضر الروس استسلموا. لم يكن هذا مثل جيش جنوب لبنان الذي إسرائيل بنته ودربته وعملت معه بشكل مشترك حتى سنة 2000 وما فعلته بعد ذلك وانسحابها وتركها لوحده. وإسرائيل تعيش في مأزق بعد ذلك، وإسرائيل يجب أن تفكر ماذا سوف تفعل مجددا. سيد خميش، بالنسبة أقول بك للطرف الفلسطيني، وذكر السيد إيال قضية جادي أيزنكوت في الساحة الفلسطينية، ودعنا نقول حتى هناك أصوات فلسطينية وعربية قالت بشكل واضح بأن المستوى الأمني في إسرائيل هو من منع على سبيل المثال خطط كثيرة بالنسبة لقطاع غزة، وأيضا حاول عدم إشعال الأمور أو إضعاف السلطة الفلسطينية. وكوخافي كما ذكرنا لديه خبرة مع الساحة الفلسطينية، حتى كتب اليوم بأنه كان له حتى رؤية كاملة بالنسبة للقضية الفلسطينية. ربما على الطرف الفلسطيني أن لا يكون قلق بهذا القلق بالنسبة لكوخافي الذي على ما يبدو بالنسبة للساحة الفلسطينية لا يختلف كثيرا عن أيزنك. أولا وقبل كل شيء، نحن ندرك جيدا بأن صاحب القرار في دولة إسرائيل هي القيادة السياسية وليست العسكرية. القيادة العسكرية تطبق أو تذعن لأوامر صادرة عن القيادة السياسية، ولكن هذا لا يعني بأن القيادة السياسية تستطيع أن تضرب عرض الحائط كل مقترحات القيادة الأمنية. على فكرة لو كان الأمر منوط بالقيادة العسكرية لأقول لك ربما نحن كنا في قلب وفي عمق تسوية مع الفلسطينيين، ولكن نحن ندرك بأن لأنه من حارب قال لي ذات يوم جنرال تعلمت يعني معه القانون في جامعة في كلية القانون، قال لي بأن يعني كل إنسان حارب وتواجد في ساحة الواقع فقد الأصدقاء والأحباء ويدرك ما معنى الحرب ودمار الحرب. هذا لا يعني بأنه يتحول إلى إنسان خائف، ولكن يدرك جيدا بأن ربما الحروب لا تعتبر الوسيلة الواحدة والأوحد الذي يجب من خلالها تسوية الأمور. هنالك أيضا قنوات أخرى منها الدبلوماسية. نعود إلى سؤالك، أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء وزير الدفاع المتشدد أبيغدور ليبرمان الذي استقال كان قد وجه نوع من الاتهامات للقيادة العسكرية، فردوا عليه قالوا له بأن القيادة العسكرية هي ليست فرع لميرت وهو حزب يساري معروف. ما ودنا نقوله بأن الجيش منع الكثير، ويعني نقطة مهمة جدا أن الجيش كان قد رفض وقف أو تجميد تحويل المستحقات الضريبية للفلسطينيين، لأنه أدرك الجيش بأن من شأن الأمر أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، وهي سوف لا تصب في مصلحة أي كان لا سيما مصلحة إسرائيل الأمنية. من هنا الجيش يقف وساقف سدا منيعا أمام حكومة يمينية متشددة في حال أن عاد وترأس الحكومة إلا تتغير. نعم سيد إيال. الأمر الآخر، واليوم على سبيل المثال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي وضع 10 تحديات أمام كوخافي. أحد التحديات لافت على سبيل المثال هو ترميم الثقة بين المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، وربما يقصدون أيضا قضية وبدأ الأمر بقضية إليور أزاريا.
هذا صحيح، ليس ذلك فقط، ربما إحدى القضايا الملحة خلال السنوات الأخيرة والتي تزداد شدة تتعلق بالعلاقات ما بين المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي. الشعار بأن جيش الدفاع هو جيش الشعب الواحد ربما بدأ خلال السنوات الأخيرة يثير علامات الاستفهام، هل فعلا هو الجيش جيش الشعب أو هناك ربما تساؤلات حول هذا الموضوع؟ لأنه من الناحية العملية الجيش أصبح أكثر فأكثر مهنيا، القيادة العسكرية مهنية، بمعنى إذا تحدث عن أن رئيس الوزراء الأول اختار ديان وفقا لميوله، اليوم اختيار رئيس الأركان يتم وفقا لقدراته لمهاراته لمستواه المهني كمقاتل كرجل كعسكري رجل يخدم في الجيش. وزير الدفاع كسياسي يبحث عن قائد للجيش يتناسب معه من حيث الأفكار. نعم، وهنا الخلاف بجملة قضية العلاقات بين المجتمع والجيش ربما إحدى القضايا الملحة التي تهم المجتمع والجيش الإسرائيلي. لم يبقى للوقت سيدي العلماء خبير الشؤون بجملة، وسأعطيك جملة بجملة واحد. أفيف كوخافي يفهم أنه يجب أن يجعل تواصل بين الجيش والشعب مرة أخرى، ولديه القدرات على فعل ذلك ولديه الموهبة لتحدث بطريقة مغايرة للشعب. في إسرائيل يتجه نحو التشدد وهذا سيصعب المهام على قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. هي العليمة شكرا، خميس بلاف شكرا، فاصل ونواصل.